الحين موقع الطيران اللي خاص بفريق بالخيران، فريق الطيران الكويتي التابع للنادي العلمي الكويتي. مثل ما تشوفون بعد ما شيكنا على الاحوال الجويه انها تسمح للطيران، واتخذنا كل وسائل السلام والامن السلامه بالطيران، من طفايه حريق، من الوينسك، من الامور هذه كلها. اليوم ما شاء الله الشباب قاعد يستمتعون بالطيران وموجودين، والارتفاع الحمد لله اوكي. الجو كان جدا مناسب. احنا كفريق طيران الكويتي، المنطقه هذه مخصصه من الطيران المدني على ارتفاع معين، قاعد نزاول هوايتنا بعيد عن المنطقه السكنيه والحدود السياسيه المنشآت العسكريه. احنا تقريبا بهالموقع نطير كل ما يسمح الجو، غالبا ما يكون الويكند على اساس الناس اللي يحب يجرب الطيران ولا ياخذ فكره عن الطيران. بعد ما تشيك على الجو، طبعا اغلب الاوقات يكون فيها الجو مناسب هالفتره هذه. فنرحب بالكل اللي حاب يوصل لنا هني بالمخيم، حياكم الله. نوع الطيران شراعي، في سيفتي كبير، هي انواع بس اللي حاب انه يكون فردي واللي حاب يكون يعني اثنينهم مع بعض وكذي. سيفتي الخوذه، الجلوفز، اللبس الخاص بالطيران، المساحه، انه ما يكونون في ناس قاعد يدشون من منطقه اقلاع وهبوط وكذي. الشعور مثير وشيء يعني كاول بنيه تدش الطيران الشراعي، شيء يعني المجتمع ما يدرون عنه، يعني مو وايد مشهور ويعني بس